بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، وسيجزي الله الشاكرين. صدق الله العلي العظيم. هل مات رسول الله صلى الله عليه وآله؟ كلا، لم يمت بل هو حي. ألم يدس إليه السم من قبل المرأتين واستشهد مسموما؟ نعم، فكيف يكون حيا؟ نحن البشر العاديون توجد بيننا وبين كثير من الأشياء حجب، حواجز، كثير من الأمور في الدنيا بيننا وبينها حواجز. هذه الحواجز الموجودة بيننا وبين كثير من الأشياء لا توجد نهائيا بين أهل البيت عليهم الصلاة والسلام وبين تلك الأشياء. من جملة الحجب المسدلة بيننا وبين الأشياء والتي لا تكون مسدلة بين أهل البيت وبين تلك الأشياء هي حجب العوالم. أنا عندما أكون في عالم أكون مؤطر بإطار هذا العالم، لا أتمكن أن أخرج من هذا العالم. أنا
أحيانا الأطر تكون شديدة جدا، مستحيل أن أخرج من هذا العالم. كمثال، شخص يكون في عالم الأصلاب، عالم، هل يتمكن أن يخرج من هذا العالم إلى عالم الأرحام؟ أبدا، حجاب قوي جدا، ليس باختياره. ينتقل بواسطة الملائكة من عالم الأصلاب إلى عالم ثاني، إلى عالم الأرحام، أيضا حجاب قوي، لا يتمكن أن يرجع إلى العالم السابق وهو عالم الأصلاب، ولا يتمكن أن يتطلع إلى العالم اللاحق وهو عالم الدنيا. يتمكن؟ أبدا. ينقلونه من عالم الملائكة، ينقلونه من عالم الأرحام إلى عالم الدنيا، هل يتمكن أن يرجع إلى عالم الأرحام؟ أبدا. هل يتمكن أن يتطلع إلى عالم البرزخ، العالم التالي؟ كلا. انتقل بالموت، الملائكة تنقله من هذا العالم إلى عالم البرزخ، يتمكن أن يرجع إلى عالم الدنيا؟ لا. يتمكن أن يتطلع إلى عالم القيامة؟ لا. انتقل إلى عالم القيامة، يتمكن أن يرجع إلى عالم البرزخ؟ أبدا. هناك حجب، هناك أبواب مغلقة موصدة بقوة، غير ممكن أن تتحدى هذه الأبواب، أن تنتقل باختيارك إلى عالم ثاني، أبدا. هذه الحجب، الحواجز القوية الموجودة بالنسبة للإنسان العادي، هذه الحجب لا تكون لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام. منذ أن خلق الله عز وجل العوالم، أهل البيت عليهم الصلاة والسلام يتصرفون في كلها ويشرفون على كلها. لا يتمكن أن ينتقل إلى العالم التالي، لا يتمكن أن ينتقل إلى العالم السابق، أبدا. لا توجد حجب، الأبواب مفتوحة أمام أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، أبواب العوالم. أذكر لكم نماذج، طبعا النماذج كثيرة في هذا المجال. أولا، ماذا قال مولانا وسيدنا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام للحارث الهمداني؟ الكثير منكم يحفظ: يا حار همدان، من يمت يرني من مؤمن أو منافق قبلا، يعني في مقابله. متى قال هذه الكلمة أمير المؤمنين صلوات الله عليه؟ قالها وهو آنذاك في عالم الدنيا. كيف يقول من يمت، الذي يموت يكون في عالم البرزخ، كيف يقول من يمت يرني وهو آنذاك في عالم الدنيا؟ لولا أنه لا توجد هذه الحجب أمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، ينتقل من هذا العالم إلى عالم ثاني، إلى عالم سابق، إلى عالم لاحق. مورد آخر، لا ينكره أحد من المسلمين، قضية المعراج. المعراج صار، حدث في الوقت الذي كان رسول الله صلى الله عليه وآله في عالم الدنيا، صحيح؟ أين ذهب رسول الله في المعراج؟ ذهب إلى عالم البرزخ، ذهب إلى عالم القيامة، ذهب إلى الجنة، اطلع على النار، يعني عالم، عالمان، ثلاث عوالم،
الأساسيات طبعا، كل عالم أجزاء طبعا. انتقل إلى عالم البرزخ؟ لا. انتقل أيضا إلى عالم القيامة فقط؟ لا. انتقل إلى الجنة، الجنة عالم ثالث بعد الدنيا، البرزخ بعد البرزخ، القيامة بعد القيامة، الجنة. انتقل، ذهب إلى ثالث عالم واطلع على النار، ثالث عالم. نموذج ثالث، آية قرآنية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد. من هم الشهداء؟ الأنبياء الرسل. وجئنا بك على هؤلاء شهيدا في الوقت الذي كان الأنبياء موجودون، كان الأنبياء موجودين في هذا العالم. رسول الله صلى الله عليه وآله آنذاك من الناحية الظاهرية ما كان موجودا في هذا العالم، كيف يكون شاهدا على الأنبياء؟ يشهد ماذا؟ قبل آلاف السنوات نوح كان موجودا في هذا العالم، نوح شاهد على أمته، رسول الله صلى الله عليه وآله شاهد على نوح، كيف يكون شاهدا على نوح وهو آنذاك لم يكن في هذا العالم من الناحية الظاهرية؟ لو لم يكن مطلعا على هذا العالم، لو لم يكن رقيبا على هذا العالم، كيف يتمكن أن يكون شاهدا عليه؟ نموذج رابع، كلمة المهيمن. هذه الكلمة وردت في الروايات الشريفة كثيرا. ماذا تعني كلمة المهيمن؟ هذه الكلمة، راجعوا التفاسير، راجعوا كتب اللغة، هذه الكلمة تعني الشاهد والرقيب. لاحظوا، هذه الكلمة وردت بالنسبة إلى أهل البيت عليهم الصلاة والسلام في النصوص الشريفة العديدة. في نهج البلاغة، في إحدى كتب مولانا أمير المؤمنين، كتابه صلوات الله وسلامه عليه إلى أهل مصر، في هذا الكتاب كتب عليه الصلاة والسلام: فإن الله سبحانه بعث محمدا نذيرا للعالمين ومهيمنا على المرسلين. مهيمنا يعني شاهدا. كيف كان شاهدا على المرسلين؟ إبراهيم، نوح، آلاف السنوات قبل مولد رسول الله صلى الله عليه وآله. إذا كانت هذه الحجب الموجودة للبشر العاديين كانت مسدلة أمام رسول الله صلى الله عليه وآله، كيف يكون مهيمنا شاهدا رقيبا على المرسلين؟ في صلوات ليلة الثلاثاء، اللهم صل على محمد وعلى محمد، نقرأ: اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد، خاتم النبيين والمهيمن على تصديقهم. في زيارة مولانا أمير المؤمنين، في إحدى زياراته صلوات الله وسلامه عليه، نقرأ في السلام، في مقطع من الزيارة، السلام على رسول الله، نقرأ هذه العبارة: السلام على رسول الله الخاتم لما سبق والفاتح لما استقبل والمهيمن على ذلك كله. الله
ما سبق رسول الله، ما استقبل الذي يأتي، هذا كله الإمام في الزيارة نقرأ المهيمن على ذلك، يعني السابق واللاحق، المهيمن على ذلك كله. نفس هذه العبارة، الكثير منكم لعلكم تشرفتم إلى زيارة المولى الإمام الرؤوف الإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه. رزقنا الله سبحانه وتعالى في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته ببركة الصلوات على محمد وآل محمد. قرأتم بعضكم الذين تشرفتم إلى زيارة الإمام في زيارته، لعل البعض منكم يحفظ هذه العبارات في مقطع من الإنسان يصلي على أمير المؤمنين، يقول اللهم صل على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، صل على محمد. إلى أن يقول الإنسان في وصف أمير المؤمنين والمهيمن على ذلك كله، نفس هذه العبارة. أهل البيت عليهم الصلاة والسلام مهيمنون مشرفون. المهيمن يعني الرقيب، يعني الشاهد، عندهم رقابة في كل العوالم. وموارد كثيرة في الروايات الشريفة حتى في الآيات القرآنية، عندهم إشراف. هذه العوالم غير موجودة، أهل البيت يشهدون. إخواني، القضية جدا طبيعية، شخص صدوق عندك، هل تأتي له بشاهد يشهد له أو يشهد عليه دون مستواه؟ هذا لغو في إصدار الأحكام الواقعية للظاهرية. تأتي بشخص يشهد له أو عليه أوثق منه أو على الأقل مساوي له، أما الذي دونه هذا أصدق من ذاك، أأتي بهذا الذي هو دون شاهدا على الذي هو أصدق منه، هذا لغو. أنت صديقك عندك صدوق، ابنه ليس بتلك الدرجة من الصدق، هل تأتي بالابن شاهدا على الأب الذي هو أصدق عندك؟ لغو. هذا هو الأب يدعي شيئا وهو أصدق عندك، تأتي بالأصدق شاهدا على من دونه في الصدق. في يوم القيامة الله سبحانه وتعالى يأتي بالملائكة شهودا علي، شيء طبيعي جدا طبيعي، لأنهم أصدق مني عند الله عز وجل، طبيعي. ولكن من يكون في يوم القيامة شاهدا على الأنبياء؟ الملائكة تأتي شهود على الأنبياء، قد تكون شهادتهم شيء، ولكن شهود بحيث ترتب الآثار الأخروية على هذه الشهادة. يؤتى بالملائكة شهود على الأنبياء؟ لا، الأنبياء هم أصدق من الملائكة. فإذن من يكون شاهدا على الأنبياء؟ لا يكون إلا من يكون أصدق من الأنبياء، وهو محمد وآل محمد. هؤلاء يؤتى بهم للشهادة على الأنبياء بشهادة لها قيمتها، بشهادة ترتب الآثار عليها، لا بمن دونهم. كتاب البخاري ليس معتبرا عندنا، شيء طبيعي، تعلمون ذلك. نذكر هذا الكتاب أحيانا أو أمثاله من الكتب كاحتجاج على من يعتقد باعتبارها على أتباعه.
وإلا هو الكتاب مو معتبر عندنا نهائيا من أوله إلى آخره، كلمة واحدة معتبرة ما موجودة في كتاب البخاري عندنا، نحن لا نعترف في كتاب البخاري، شيء طبيعي. ولكن كشاهد عليهم أيضا أقرأ لكم كلمة من كتاب البخاري. ينقل في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول في كلام لرسول الله صلى الله عليه وآله حسب نقله، يقول النبي صلى الله عليه وآله حسب نقله: وإن موعدكم الحوض، وإني لأنظر إليهم من مقامي هذا. رسول الله في عالم الدنيا، بعد عالم الدنيا البرزخ، بعد البرزخ القيامة، في القيامة يوجد الحوض، يعني بعد عالمين من عالم الدنيا رسول الله صلى الله عليه وآله وهو في عالم الدنيا يقول: وإني، حسب احتراف البخاري، وإني لأنظر إليهم من مقامي هذا. أنا هنا واقف الآن أنظر إلى الحوض بعد عالمين. هذا أيضا كشاهد. هذه نماذج، نماذج أخرى في رجوع أهل البيت عليهم الصلاة والسلام إلى العوالم السابقة، يتمكنون أن يرجعوا؟ نعم، كل الأبواب مفتوحة. عشرات الموارد أهل البيت عليهم الصلاة والسلام بعد استشهادهم رجعوا إلى الدنيا. من جملة الموارد، راجعوا في هذه القضية، وردت في مصادر عديدة، من جملة المصادر التي كانت عندي كتاب إرشاد القلوب للديلمي. قضية أخرى، مورد ثاني، سمعتم هذه القضية من الخطباء الكرام، أنه بعد استشهاد الصديق الكبرى فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام قبل أن يعقد أزرار الكفن نادى عبارة جدا عاطفية وعبارة جدا جدا محزنة، لا أريد أن أقرأ العبارة، خلاصة الموضوع، موضع شاهدنا في هذه الرواية الشريفة. أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام نادى أولاد فاطمة فجاءوا، شاهدي في هذا المقطع، الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء أخرجت يديها وضمتهما إلى صدرها بعد استشهادها. مورد ثالث، أيضا سمعتم هذا المورد من الخطباء الكرام، الرأس الشريف في الشام قرأ آيات قرآنية، وليس فقط في الشام، اسألوا من الخطباء، الخطباء أعرف، في موارد عديدة من جملتها في الشام، وقرأ آيات عديدة من جملتها آية أصحاب الكهف. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ بعد استشهاده بأيام، أحد منا يتمكن أن يرجع إلى عالم الدنيا بعد أن انتقل إلى البرزخ؟ أبدا. بالنسبة لأهل البيت القضية عادية جدا. وعشرات الموارد، لا شك أن هذا الأمر من الأمور المتواترة تواترا إجماليا بلا شك. عشرات الموارد أهل البيت عليهم الصلاة والسلام بعد استشهادهم رجعوا إلى الدنيا، لا توجد حجب أمام أهل البيت، لا توجد حجب، ينتقلون أينما شاءوا إلى العوالم السابقة، إلى العوالم اللاحقة، أينما يشاءون ينتقلون. عندما أقول رسول الله صلى الله عليه وآله لم يمت، لم يموت مثل موتتنا، لا، حاشا لله. عندما نموت نحن ننقطع كليا عن الدنيا، رسول الله لا ينقطع عن الدنيا، ولا عن العوالم السابقة للدنيا، ولا عن العوالم اللاحقة للدنيا.
في كل الأوقات في كل العصور هو مسيطر، هو المهيمن والشاهد. رسول الله صلى الله عليه وآله قتل؟ نعم قتل بلا شك، دس له السم من قبل تلكم المرأتين الكافرتين الذي يسب رسول الله صلى الله عليه وآله مرة واحدة فهو كافر بإجماع المسلمين، فكيف بمن يقتل رسول الله؟ دس عليه السم واستشهد بلا شك قتل رسول الله صلى الله عليه وآله. القرآن يقول ماذا يقول القرآن؟ يقول أفإن مات أو قتل، يعني ماذا أو قتل؟ الله عز وجل يوجد في كلامه ترديد، الترديد نابع عن الجهل، الإنسان لا يعلم شيئا يقول هكذا أو هكذا في قضية واحدة، مرة هناك أكثر من قضية، هذه القضية تكون هكذا تلك القضية تكون هكذا لا بأس، مرة تخيير للشخص، أنت اصنع هذا أو اصنع هذا، هذا طبيعي. أما قضية واحدة، إخبار عن قضية واحدة في الماضي أو في المستقبل مع أول الترديد، هذا بالنسبة لله سبحانه وتعالى محال، هذا كفر، لأن هذا يستلزم أن يقال والعياذ بالله، والعياذ بالله تعالى، أن يقال بجهل الله عز وجل والعياذ بالله. يعني ماذا أفئن مات أو قتل؟ الله عز وجل لا يعلم أن رسول الله يموت أو يقتل؟ أو للترديد إذا جاءت هذه الأداة في الآيات القرآنية تعني الإضراب، يعني بمعنى بل، الإنسان أحيانا يذكر شيئا ثم يذكر مستوى أعلى من ذلك المستوى، شيء طبيعي. في القرآن الكريم أيضا كلمة بل واردة، أولئك كالأنعام بل هم أضل. يوجد أو للترديد أينما وجدتم هذه الأداة في القرآن الكريم فهي بمعنى بل. الله سبحانه وتعالى يقول وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، كانوا 100,000 قوم يونس، كانوا 100,000 أو يزيدون أو أكثر، كانوا أكثر. تتمكن أن تقول هنا أو للترديد؟ الله لا يعلم والعياذ بالله أنهم كانوا 100,000 أو يزيدون، الله يعلم أنهم أكثر من 100,000. هنا وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، يعني بل يزيدون. وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. أمر الساعة شيئان أو شيء واحد؟ شيء واحد. هو كلمح البصر أو أقرب؟ هو أقرب. هنا نتمكن أن نقول هنا أو للترديد؟ لا، الله لا يعلم أنه كلمح البصر أو هو أقرب، يعلم. هنا يعني بل هو أقرب. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، يعني بل هو بل أشد قسوة. الآية هنا هذه أيضا أفإن مات، استشهاد النبي، موت النبي، شيئان أو شيء واحد؟ شيء واحد. هذا الشيء الواحد موت أو قاتل؟ أفإن مات أو قتل؟ الله لا يعلم أنه موت أو قاتل؟ يعلم. أفإن مات أو قتل يعني أفإن مات بل قتل، قاتل رسول الله قتل، نعم قتل، دس له السم واستشهد. ولكنه بعد استشهاده مشرف على هذه الدنيا كما كان قبل استشهاده. أين المشكلة؟ تعلمون المشكلة أين؟ لماذا بعض العقول لا تتمكن أن تتحمل هذه المعاني؟ لأننا نقيس الأشياء بأنفسنا. أنا مستحيل الآن أرجع إلى عالم الأرحام، مستحيل الآن أنا أرجع إلى عالم الأصلاب، أنا لا أتمكن، فإذن رسول الله أيضا لا يتمكن.
أنا إذا موت مستحيل أن أرجع إلى عالم الدنيا، إذا رسول الله لا يتمكن أن يعود إلى عالم الدنيا. أقيس أهل البيت عليهم الصلاة والسلام بي وبأمثالي، خطأ فظيع. رسول الله من هو؟ أهل البيت من هم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين؟ هؤلاء مثلي؟ القرآن الكريم يقول كتاب أنزلناه إليك لرسول الله لتخرج الناس، أنت تخرج يا رسول الله، لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم. من يخرج الناس؟ رسول الله. الآية ماذا تقول؟ تقول لتخرج أصحابك من الظلمات إلى النور، تقول لتخرج الناس، يعني نحن أيضا من الذي أخرجنا من ظلمات من الظلمات إلى النور؟ إن خرجنا من الظلمات إلى النور لا يكون ذلك إلا من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. من هو رسول الله؟ من هم أهل البيت عليهم الصلاة والسلام؟ هؤلاء مثلي؟ رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل بيته أنوار خلقهم الله أنوارا. من أي نور خلقهم؟ من نور الشمس؟ من ضوء القمر؟ لا، خلقهم الله أنوارا من نوره. هذا يقاس بي؟ مثل ما أنا لا أتمكن أن أتحدى حدود العوالم، رسول الله أيضا لا يتمكن. رسول الله من نور الله خلق، رسول الله وأهل بيته عليهم الصلاة والسلام أجسامهم، لا أقول أرواحهم، لا أقول نورهم، أجسامهم، أجسامهم خلقت من أعلى عليين. هذا شبيه بي وأنا جسمي مخلوق من التراب، هذا التراب العادي، هذا يقاس به؟ جسمه مخلوق من أعلى عليين، وروحه وأرواحهم مخلوقة حسب الرواية الشريفة من فوق ذلك. أهل البيت ما بينوا معنى ذلك، من أي شيء خلقت أرواحهم؟ أصلاً لا يمكن أن نستوعب. هذا المقدار الذي تمكننا أن نستوعبه أهل البيت بينوا أن أجسامهم مخلوقة من أعلى عليين، أرواحهم مخلوقة من فوق ذلك، أنوارهم مخلوقة من نور الله عز وجل. الضوابط التي تحكمني أريد أن أطبق هذه الضوابط على رسول الله، على هذا الذي جسمه الظاهري مخلوق من أعلى عليين. أرواح المؤمنين أرواحهم ليست أجسامهم، أجسامهم مخلوقة من التراب، هذا التراب العادي، أرواحهم مخلوقة من أدنى عليين. روح الميت المؤمن منطلقة أم لا منطلقة؟ مع أنها مخلوقة من أدنى عليين، هذه روحه، فكيف بالجسم الذي مخلوق من أعلى عليين؟ مقايسة غلط، ضوابط أخرى. رسول الله حي، نعم حي، إذن لماذا البكاء على رسول الله؟ لماذا البكاء على أهل البيت؟ لو كنا نستوعب، لو كنا نفهم فقدانهم من بين الناس، إشرافهم موجود، تصرفهم في الدنيا وغير الدنيا من العوالم موجود ثابت، أعمالنا تعرض على رسول الله وعلى الأئمة كما أنها تعرض على إمام زماننا، تعرض على رسول الله، هذا شيء ثابت في الرواية الشريفة، ورد هذا المعنى. إلى الآن أعمالنا تعرض على رسول الله صلى الله عليه وآله، تعرض على أمير المؤمنين، تعرض على واحد واحد من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، كما تعرض على إمام زماننا، متصرفون وتصرفون، ولكن فقداننا لهم بيننا هذه فاجعة كبرى. سيدة نساء العالمين الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها تعلم أن رسول الله موجود ومشرف ومتصرف في هذه الدنيا، تعلم كما أخبرها
رسول الله صلى الله عليه وآله أنها خلال أيام تلتحق برسول الله، مع ذلك هكذا بكت على رسول الله، بكت على فقدان رسول الله، لأنها كانت تعرف، تعرف ما هو معنى فقدان رسول الله بين الناس، كم هذه المصيبة كبيرة. بكت حتى عدت من البكائين الخمسة، هكذا بكاء فقدان رسول الله، هكذا مصيبة كبرى، فقدان أي واحد من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام مصيبة كبرى. هذا غير أن أهل البيت أموات، لا حاشا لله، أبدا ليسوا أمواتا، متصرفون تصرفا كاملا ويعرفون. الآن رسول الله صلى الله عليه وآله يرانا ومطلع على حالنا، مطلع على صلواتنا، مطلع على أعمالنا، لا مطلع حتى على ما في قلوبنا. دقق في كلمة شاهدا، إنا أرسلناك شاهدا، دقق في كلمة مهيمنا على المرسلين، الشاهد الذي تؤخذ شهادته في يوم القيامة، مستحيل أن لا يكون مطلعا على القلب، لأن القلب يحدد قيمة العمل. كيف هناك يدخلون الشخص إلى الجنة ويدخلون الشخص إلى النار بسبب هذه الشهادة، لو لم يكن مطلعا على ما في القلوب، على ما في النيات، لأنه يشهد وبشهادته تؤخذ، بشهادة رسول الله يدخل الشخص إلى النار، يدخل الشخص إلى الجنة. كيف يدخل إذا كانوا لا يعرفون ما في القلوب؟ من أين يعرفون قيمة الأشياء؟ مطلع حتى على ما في القلوب. أسأل الله سبحانه وتعالى بحق رسول الله صلى الله عليه وآله، بمظلومية رسول الله صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد. اللهم انتقم به من قتلة رسول الله، اللهم انتقل به من قتلة فاطمة الزهراء، اللهم انتقم به من قتلة الأئمة الطاهرين، اللهم انتقم به من قتلة عمه المحسن الشهيد. اللهم لا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا، ارزقنا بحقهم زيارتهم في الدنيا وخدمتهم في الدنيا واتباعهم في الدنيا وشفاعتهم في الدنيا وشفاعتهم في البرزخ والقيامة والجنة، إنك أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. الله أكبر، الله أكبر. في طريق طويل، الإنجاز أولا والوصول إلى مستوى التحدي ثانيا والتفوق ثالثا.